شفتي؟ شفتي جوازك من الرجاله وقعدتك في الخليج عملت فيا ايه؟ خلت واحد جاي يقولي انا عاوز تمن جوازه من جوازات امك، عاوز 10 مليون جنيه، ليه ما مش هتشوفي ابنك تاني؟ ما بلغتيش البوليس ليه؟ بوليس؟ بوليس ايه يا امي؟ قام جد ده مجرم، خطفني وبيهددني ان هو ياخد ابني مني. وانتي بقى يا ست جيرمين كبرتي وتعلمتي ازاي تطولي لسانك على امك؟ بتعايريني بجوازاتي؟ بتحمليني انا مسؤوليه جوازك من واحد مجرم اللي اتجوزتيه بجنانك وعنادك وحبلك السايب اللي ما حسيتيش دلوقتي الا وهو بيلف حوالين رقبتك؟ فلوس ما عنديش، وجوزك ده اللي كان ميت وصحي فجاه مش هديله حتى ولا 10 جنيه. انت بجد هتخليه ياخد ياسين؟ ياسين؟ فين ياسين في حياتك اصلا يا جيرمين؟ ده انت سايبه الولد في مركز رعايه، بتروحي تزوريه كل ما تفتكري انك ام. ده لما قال لك خديني معاكي يا ماما ما رضيتيش. ليه؟ علشان رايحه تتجوزي شمس، ولا يمكن ترجعي لصابر ولا معتز؟ دلوقتي بس حسيتي بغلاوته؟ هو انت جايه ليه؟ انت جايه تشمتي فيا؟ انا خلاص على فكره مش عايزه حاجه منك، مش عايزه فلوسك، خليها لك يمكن تنفعك لما تلاقي حبل المشنقه متلف حوالين رقبتي. عارفه ليه؟ عشان انا هقتل امجد وياسين هيعيش بفلوسك، وانتي هتموتي بذنبي.